السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي الفني بجميع أنواعه في أولى حلقات مراجعة مادة الرياضيات الترم الأول في برنامج في بيتنا مدرسة. هنبدأ مع بعض، أحاول أفكركم إحنا درسنا إيه في الترم الأول. الترم الأول كان عندي 5 أبواب 22 درس. إن شاء الله هنقسم المراجعة بتاعتنا على حلقتين. الحلقة الأولى النهاردة هنراجع الـ3 أبواب الأولى، الباب الأول التقريب والخطأ، الباب الثاني المزج والخلط، الباب الثالث البرمجة الخطية. طبعا إحنا فاكرين وهفكركم كمان إحنا درسنا إيه في الباب الأول. درسنا التقريب، طبعا عرفنا ازاي نحول نعمل تحويلات قبل ما نقرب، برضو عرفنا حاجة جديدة اسمها الخطأ المطلق والخطأ النسبي والخطأ المئوي، عرفنا حاجة جديدة اسمها تراكم الخطأ، وعرفنا حاجة اسمها نهاية الخطأ. كنا في الباب الثاني اللي هو المزج والخلط، ده كان باب جميل برضو شيق في 3 دروس، كان الخليط والمزيج والسبيكة، وكان عندي قانون مهم جدا أقدر أجيب بيه عيار السبيكة وأقدر أجيب بيه وزن الذهب اللي موجود في السبيكة. ثم الباب الثالث البرمجة الخطية، وهنا هنراجع مع بعض وحل تمارين متباينات من الدرجة الأولى، وهنحل متباينة في متغير واحد ونمثل الحل على خط الأعداد، والجديد بتاعنا حل متباينتين معا وتمثيل الحل في المستوى الإحداث. طبعا زي ما انتوا عارفين اللي عندنا الوحدة الأولى، طيب التقريب زي ما انتوا شايفين كده هنا عندي على الشاشة، التقريب ده بيكون أحيانا اختياري، زي ما حد يسألني الساعة كانت معايا 11:57 وبيسألني الساعة كام، فأنا بقول له الساعة 12، وإجباري لما يجيب لي ناتج الجذر يقول لي أوجد جذر 3 جذر 5 جذر 7 جذر 11 إلى آخره، أو التقريب إلى رتبة معينة. هنا بيكون طالب مني التقريب. زي ما احنا شايفين هنا التقريب بقسم خانة الأعداد، لابد إن أنا أكون عارف المنازل العشرية اللي عندي ومنازل الأعداد الصحيحة، وهقسم المجموعة إلى مجموعة الأعداد اللي عندي إلى مجموعتين اللي هم 0 1 2 3 4، دي الأعداد اللي هي في التقريب مش هتدينا مش هتضيف حاجة، أما الأعداد اللي هي أكبر من 5 دي اللي هتضيف الواحد. طبعا 5 و6 و7 و8 و9. دلوقتي لو أنا جيت معاكم هنبص هنا مع بعض وهنشوف الكلام اللي على الشاشة ده، هحاول معاكم هنا التقريب عندي هنا مقسم إلى حاجتين، عندي هنا قلنا خانة المنازل وهنا مجموعة الأعداد. مجموعة الأعداد اتفقنا هنقسمها لاتنين، 0 1 2 3 4 ودي ما بتديش حاجة، ومجموعة 5 و6 و7 و8 و9 ودول بنزود واحد على الرتبة اللي احنا عايزين نقرب إليها. طب خانة المنازل زي ما اتفقنا ادي الفاصلة، عندي أعداد على يمين الفاصلة وأعداد على يسار الفاصلة. اللي على يمين الفاصلة هناخد مثلا 2 5 0 7 وهنا 3 1 2، نمسك الأعداد اللي على يمين الفاصلة دي المنازل العشرية، الأولاني ده بنسميه جزء من 10 تمام أو الأعشار، جزء من 100 أو ممكن أقول لرقمين عشريين، جزء من 1000 وممكن أقول إلى 3 أرقام عشرية، جزء من 10,000 ممكن أقول التقريب إلى 4 أرقام عشرية. هنا عندي الأحاد فبنقول التقريب إلى وحدة صحيحة أو عدد صحيح، يعني العشرات المئات. طيب احنا عايزين نبدأ نحل مع بعض ونشوف التمارين اللي عندنا. هناخد أول تمرين قرب العدد
291 صحيح و 7451 من 10,000. لأقرب وحدة اللي هي زي اتفقنا ان هي أقرب عدد صحيح، ولثلاثة أرقام عشرية اللي هي جزء من 1000. تعال نشوف فين اللي هو أقرب عدد صحيح. أدي العدد الصحيح 1، أخد خط تحتيه أو خط عليه صغير وأشوف العدد اللي قبله، هل من مجموعة الأعداد اللي بتضيف 1 ولا مجموعة الأعداد اللي ما بتديش؟ هلاقي إن 7 من المجموعة التانية اللي بتضيف 1، يبقى هتضيف 1 على الواحد اللي عندي ال 291. أدي علامة التقريب هنا عندي أهي، يبقى عندي 292 كده، قربت إلى أقرب وحدة اللي هو أقرب عدد صحيح. طيب السؤال الثاني بيقول لي لثلاثة أرقام عشرية يعني جزء من الألف، فين أجزاء الألف يا أستاذ؟ أدي عندي الأعشار أو جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. الله، الخمسة أحط تحتها خط أو أخد خط عليها بسيط وأشوف العدد اللي على يمينه. خلي بالك اللي هشوف اللي على اليمين مش على الشيء اليسار، اللي على اليمين من أنهي مجموعة؟ أسأل نفسي، من المجموعة الأولى اللي هي بتضيف ما بتضيفش، ولا المجموعة الثانية اللي هي بتضيف 1؟ هلاقيه من المجموعة الأولى اللي هي ما بتضيفش العدد، يبقى إذن هنضع مكانه صفر، لكن الصفر على يسار الفاصلة ليس له معنى، يعني مش شرط ان احنا نحط الصفر. يبقى العدد بقى بعد التقريب 291.745 كده عندي. طيب يا استاذ هو السؤال ممكن يجي لي صريح كده؟ وممكن يجي لي اسئلة موضوعية ان هو يقول لي ايه، يقول لي اكمل او اختار من بين الاقواس، يا يقول لي اكمل باختيار الإجابة الصحيحة من داخل الأقواس، أو يقول لي أكمل مباشرة. تعال نشوف السؤال رقم 2. أكمل باختيار المناسب من بين الأقواس إذا قرب العدد 283 صحيح و 85 من 1000 لأقرب 100. خلي بالك هنا عايز المئات. طب المئات اللي هي الأعداد الصحيحة؟ اللي هي على يسار الفاصلة؟ نعم. اللي هو كام هنا بقى؟ 11 مئات. الله، الاثنين. واحنا اتفقنا هنعمل ايه؟ هنتبص على العدد اللي قبلها. طب العدد اللي قبلها كام؟ 8 من المجموعة التانية اللي بيضيف 1، يبقى انا هضيف 1 على العدد اللي انا عايز مين اقربه اللي هو المئات. طيب لما اضيف 1 على الاثنين هتبقى كام؟ 3. يبقى العدد، وأشيل الأرقام اللي على يمين العدد وأضع مكانها أصفار، يبقى أنا أحط مكان الثمانية صفر ومكان الثلاثة صفر وهزيد على الاثنين واحد، يبقى أصبح كام؟ 300. ممتاز، يبقى أنا كده حليت السؤال الأولاني في أكمل. طيب تعال نشوف سؤال تاني وشوف هيقول لي إيه. إذا قرب العدد 64 صحيح و 357 من 1000 لأقرب جزء من 100. الله يا أستاذ، أنت قلت لي هنا الأقرب 100 وهنا الأقرب جزء من 100. عشان أجيب لك وخليك تبقى تركز وتعرف الفرق بين الاثنين. أقرب 100 كانت أعداد صحيحة، أقرب جزء من 100 يعني ممكن يقول لي لرقمين عشريين يبقى في الأعداد العشرية اللي هي على يمين الفاصلة. طب فين أقرب جزء من 100؟ اللي هو العدد الثاني اللي هو الخمسة. أضغط عليه أو أحط عليه خط بسيط وأشوف العدد اللي على يمين الفاصلة، يمين العدد، يمين العدد هو 7. أسأل نفسي في أي مجموعة؟ هل من المجموعة الأولى أم المجموعة الثانية؟ طبعا كلنا هنقول المجموعة الثانية لأنه أكبر من 5، إذن هيضيف للعدد 1، هيضيف للخمسة كام؟ 1، هتبقى 6. يبقى دور على 64 صحيح و 36، الأولى لأ، الثانية طلعت التالتة. يبقى كده عندي لما يجي لي السؤال في التقريب ممكن يقول لي قرب مباشرة
وممكن يقول لي اكمل باختيار الصحيح من بين الاقواس اللي هو الاختيار من المتعدد، يبقى انا حسب ما يجي لي السؤال انا لازم احل السؤال. يبقى اذا كانت الاسئله موضوعيه او مقاليه فلا بد لمعرفه الاجابه لابد ان انا ايه احل السؤال. تعالوا نشوف السؤال رقم 3، وهو هنا بقى يا ريت كل طلابنا الاعزاء يكونوا مجهزين آلة حاسبة، عشان احنا هنستخدم الآلة الحاسبة معايا دلوقتي. بيقول لي في السؤال 3، استخدم الآلة الحاسبة عندي على الشاشة في إيجاد قيمة ما يلي مقربا الناتج لثلاثة أرقام عشرية. هو عايز جذر 15، أجيب الآلة الحاسبة الأول وأطلع جذر 15. وياريت تركزوا، عشان انا بعض الاشياء اللي انا هنستخدمها والعمليات اللي هنستخدمها باستخدام الآلة الحاسبة هديكم نبذة عنها اذا كانت في التباديل في التوافيق والاس والمضروب وتحويل عدد من عشري الى من كسر اعتيادي الى كسر عشري، يعني كل ده انا هحاول ان شاء الله مع الآلة. فعشان كده بقول يا ريت طلابنا الأعزاء يكونوا معاهم آلة حاسبة دلوقتي عشان هنتدرب عليها. تعالوا نشوف جذر 15، هنبص على الآلة، أدي جذر وأدي 15 يساوي هو طلعها لي بالطريقة دي. طب أنا محتاجها عشري، في عندي هنا رمز اس دي بالإنجلش اهوت، أضغط عليها يحول لي العدد إلى كسر عشري، يبقى 3 صحيح فاصلة 8 7 2 9 8 3. كفاية كده، أنا محتاج التقريب إلى ثلاثة أرقام عشرية. ثلاثة أرقام عشرية يعني معناها الرقم الأول الثاني الثالث، أنا سامع ناس بيقولوا 2 صح. طيب أنا ببص على مين؟ على العدد اللي على يمينه، اللي على يمينه 9. طب السؤال التقليدي، التسعة من أي مجموعة؟ التسعة من المجموعة التانية اللي هي بتعمل إيه؟ بتضيف واحد. يبقى لما أكون بحل مسألة تقريب في ذهني دائما المجموعتين، المجموعة الكريمة اللي هي بتدي واحد، الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، والمجموعة التانية الغير كريمة اللي هي ما بتديش واحد، اللي هي أقل من خمسة، الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. لازم يكون المجموعتين دول حاضرين في ذهني وأنا بشرح. فانا عندي هنا هرجع تاني للحل، بقول التسعة دي مالها؟ التسعة اكبر من خمسة، يعني في المجموعة التانية هتضيف واحد الى الاثنين هتبقى تلاتة. يبقى انا عندي 3.873. كده انا استخدمت الآلة الحاسبة واستخدمت التقريب عندي. طيب هنا عندي، هنبص على الشاشة الى التحويلات، ودي مهمة جدا. موضوع التحويلات لابد ان اكون عارفها، طبعا مرت علينا في المرحلة الابتدائية. لما اجي احول من متر الى سنتي او من سنتي الى متر، يعني ممكن التحويل من الوحدة الاكبر الى الوحدة الاصغر، وبرضو من كيلو متر الى متر، ومن متر الى كيلو متر، ومن كيلو وات الى وات والعكس، وكيلو جرام الى جرام، ولتر الى ديسي متر مكعب. خلي بالك من التحويل من الوحدة الاكبر للوحدة الاصغر منها هضرب، وخلي بالك لو كان عندي فاصلة في العدد الضرب بنعمل ايه؟ نحرك الفاصلة جهة اليمين، صح؟ طيب لو انا هحول من الوحدة الاصغر الى الوحدة الاكبر هقسم، يعني عندي من المتر الى الكيلو المتر، يبقى هقسم على 1000، وفين عند القسمة وفي عندي عدد وفي فاصلة عشرية نحرك الفاصلة جهة اليسار بعدد الاصفار اللي موجودة عندي، هضرب في 1000 فيها 3 اصفار، يبقى احرك الفاصلة جهة اليسار 3 ارقام. تعالوا نشوف الكلام ده على الطبيعة على اساس ان احنا نشوف الاعداد والتحويلات اللي عندي. يعني انا عندي هنا من متر الى سنتيمتر، احنا اتفقنا المتر فيه 100 سنتي، يبقى هعمل سهم كده واقول له ضرب 100. طب لو انا عايز العكس، من سنتي الى متر، يبقى هقسم على 100. طب تعال ناخد امثله، 5 متر
كلكم بقى بصوت واحد هيبقى كام سنتي؟ هنضرب صح، يبقى نزل 5 وحط صفرين. طب عندي 274 سنتي ومحتاجين نحولهم الى متر. انا هحول من الوحدة الاصغر الى الوحدة الاكبر، يبقى هقسم. يبقى انا هقسم على كام؟ على 100. طب انت قلت لنا لو في فاصلة يا استاذ، طب انا هنا ما عنديش فاصلة، هنعتبر الفاصلة هي اول عدد عندي عند العدد ايه؟ الاحاد، العدد الصحيح. كأن هنا في فاصلة وهنا في صفر، بس طبعا لا تكتب. يبقى لما تيجي تتعامل مع الفاصلة هتتعامل ان هي اول عدد هنا. طب بيقول لي قسم على 100، يبقى هحرك الفاصلة 100 يعني رقمين، يبقى الفاصلة هتيجي بين الاثنين وبين 7. ايضا نفس الكلام، من الكيلو الى المتر يبقى هضرب في 1000. لو رجعت من متر الى كيلو هقسم على 1000. نفس الكلام زي ما موجود معانا على الشاشة. طيب تعالوا نشوف نحل مسألة على هذا الكلام. بيقول لي قرب ما يأتي الى درجة التقريب المبينة. يبقى أنا لابد إن أنا هنا أقرأ السؤال بعناية وبدقة عشان أشوف هو عايز إيه. 788 صحيح وستة من عشرة سنتيمتر لأقرب سنتيمتر. الله، أنت قلت لنا تحويلات. لا، هنا السؤال ده مش محتاج تحويل، لأن هو من سنتي إلى سنتي، لأن هو هنا عايز لأقرب وحدة. يبقى هنا هتعامل مع زي النوع الأولاني، كأن الأحاد اللي هنا أقرب وحدة كام؟ 8، اللي هي الأحاد. أشوف اللي قبلها. طب اللي قبلها، السؤال اللي بيجي في ذهني، من أي مجموعة؟ من المجموعة التانية اللي بتضيف. يبقى هتضيف عندي الواحد على كام؟ على 8، هتبقى 9. يبقى 7 8 9 ايه؟ سنتيمتر. يبقى انا قربت الى اقرب وحدة. طيب سؤال، 78493 جرام لاقرب كيلو جرام. السؤال ده فيه جزئين، فيه شقين، فيه تقريب الاول وبعد فيه تحويل الاول ثم فيه تقريب مرة تانية. يبقى خلي بالك، هو عايز من جرام الى كيلو جرام، يبقى هنقسم من الجرام الى الكيلو جرام، هنقسم على كام؟ على 1000. طب انت قلت لنا يا استاذ ما فيش فاصله، يبقى بنعتبر الفاصله فين؟ بنعتبر الفاصله في اول، قبل اول عدد. يبقى هحركها 3 منازل، يعني 3 ارقام، يبقى هتكون بين 8 وال4. يبقى 78.493. المساله انتهت؟ لا، لان انا لسه ما قربتش. ده انا حولت بس من جرام الى كيلو جرام، قال لي لاقرب كيلو جرام، يعني اقرب وحده. طب كيلو جرام كام؟ الاحاد هنا عندي 8. اشوف العدد اللي قبل الـ8، هلاقيه من المجموعه الاولى اللي ما بتديش. يبقى انا هقول له تقريبا هتبقى 78 كيلو جرام. تمام. نشوف فقره تانية برضو على التقريب. 4 صحيح و7534 لتر الى لاقرب سنتيمتر مكعب. احنا هنا عندي من اللتر الى السنتيمتر مكعب هنضرب برضو في 1000. انا ملاحظ عندي ان لم اغلب الضرب ان انا اضرب في 1000، ما عدا المية اللي هي من متر الى سنتي. طب كويس، يبقى انت كده ما شاء الله عليك. يبقى اغلب المسائل عندي يا الضرب في 1000 او قسم على 1000، الا موضوع المتر ايه والسنتي في المسائل اللي عندنا دلوقتي. فهنشوف المساله مره تانية دلوقتي، هنحول من لتر الى ايه؟ سنتيمتر مكعب. يبقى هنضرب في 1000. طب انت قلت الضرب يا استاذ، نحرك الفاصله جهه اليمين بعدد المنازل اللي عندي. طب انا هنا هحرك كام؟ 3، يعني بين 3 وال4. يبقى العدد الاول 4 7 5 3.4. هو بيقول لي بقى الاقرب سنتيمتر مكعب، لما يجي لي حاجه زي كده يبقى انا عندي برضو الاقرب وحده، اشوف 3 قبليها كام؟ 4.
من المجموعة الأولى ولا التانية؟ لا الأولى اللي هي ما بتديش، يبقى العدد عندي هينزل 4753 ديسي متر إيه؟ مكعب. تمام كده أنا خلصت إيه؟ التقريب. ممكن السؤال يجي لي إزاي؟ ممكن السؤال يجي لي أكمل باختيار المناسب من الأقواس. يبقى أنا زي ما قلت ممكن يجي لي مباشرة أجب قرب مباشرة، أو أكمل باختيار المناسب من الأقواس، أو أكمل ويسيب لي إيه مش عاطيني اختيارات. تعالوا نشوف السؤال رقم 5 بيقول لي أكمل باختيار المناسب من الأقواس. إذا قرب 83 صحيح و 6085 من 10000 كيلو متر لأقرب متر، هنا التحويل من الوحدة الأكبر إلى الوحدة الأصغر، يبقى هنضرب. هنضرب في كام يا أستاذ؟ ما احنا خلاص احنا أغلب الأعداد كلها هتضرب في تحويلات في 1000، يبقى هنضرب في 1000. يعني هحرك الفاصلة جهة اليمين 3 منازل عشرية. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا يا شباب العدد هقربه إلى أقرب متر، يعني هضرب في 1000، يعني هحرك الفاصلة إلى جهة اليمين 3 أرقام، يبقى العدد قبل التقريب 3 8 6 0 8.5. هو عايز لأقرب إيه؟ لأقرب متر. ما اتفقنا بقى إن هي تبقى إيه؟ لأقرب وحدة. يبقى في المسائل بتاع التقريب دي خلي بالك عشان تبقى عارف إحنا بنعمل إيه. هنيجي على 8 ناخد عليها خط بسيط او خط تحتيها زي ما انت عارف عشان تعلمها بس، وابحث على العدد اللي على يمينها. طب العدد اللي على اليمين ده من المجموعة انهي؟ ده المجموعة بداية المجموعة الايه التانية اللي هي بتضيف بتضيف واحد، يبقى هتضيف واحد على 8 تبقى 9. اشوف العدد اللي فيه كام؟ 83609. اجرب هنا وادور الاقيه العدد رقم 2، احطه داخل دائرة او احط تحتيه خط حسب ما اكون موضح. فقرة تانية في التقريب، اذا قرب العدد 65000 و1849 من 10000 كيلو جرام لاقرب كيلو جرام. ايه ده؟ كيلو جرام لاقرب كيلو جرام؟ انت ما طلبتش تحويلات، ده انت بس يدوب ان هو الاقرب ايه؟ لاقرب وحدة. يبقى انا لما اجي اقرا سؤال التحويلات اقراه بعنايه تامه. ليه؟ ممكن يكون طالب تحويل يبقى لازم اعمله الاول، وممكن يكون مش طالب تحويل وهنا هيبقى الاقرب وحده لاقرب عدد صحيح. يبقى ننتبه جيدا لما احنا ايه بنحل مسائل التقريب. تعالوا نشوف المساله لاقرب كيلو جرام يعني الاقرب وحده الخمسه. اشوف العدد اللي قبليها، هلاقي العدد اللي قبليها هو الواحد. طبعا الواحد ما بيديش حاجة، دي المجموعة الأولى، هيبقى العدد بس 65، هلاقي العدد رقم 2. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف على الشاشة الخطأ. إيه الخطأ بقى الموجود عندي؟ إحنا هندرس عندي حاجة اسمها الخطأ المطلق والخطأ النسبي والخطأ المئوي. الخطأ المطلق ده شوية قوانين وركز فيهم لان ممكن اجيبهم لك اكمل، يعني ممكن يجوا القوانين دي في الاسئله الايه الموضوعيه، فلابد انك انت تعرف القانون عشان تقدر كمان تحل. بيقول لي الخطا المطلق يساوي القيمه المقربه، خلي بالك، ناقص القيمه المضبوطه. المضبوطه اللي هو عطهاني، يعني مثلا كان في عندي 6.7، عايز اقربها الى اقرب عدد صحيح، دي هتطلع 7، السبعة هتدي 1. هسمي القيمة المقربة السبعة دي قيمة مقربة، وستة وسبعة من عشرة القيمة المضبوطة. طب فين الخطأ؟ هحسبه ازاي؟ قال لك هطرح القيمة المقربة ناقص القيمة المضبوطة، يبقى لعندي الخطأ المطلق هيساوي القيمة المقربة ناقص القيمة المضبوطة. يعني مين يطلع لي الخطأ المطلق هنا في السؤال ده؟ يبقى أقول له 7 ناقص
6.7، طبعا استخدم الآلة الحاسبة او مباشرة هيطلع عندي 3. التلاتة من عشرة دي هي ده الخطأ المطلق. طب القانون بيقول لي ايه بتاع الخطأ النسبي؟ احنا هنقسم الخطأ المطلق على القيمة المضبوطة. طب احيانا يجيني في السؤال مش القيمة الايه المقربة، يبقى انا في الحالة دي اقسم على القيمة المقربة، لان مش هعرف اجيب القيمة المضبوطة، كان عطيني عدد مقرب مباشرة. يبقى خلي بالك واحنا بنجيب الخطأ النسبي، يبقى الخطأ المطلق تقسيم القيمة المضبوطة اذا كانت عندي. طب لو ما كانتش موجودة عندي يبقى هنقسم على القيمة المقربة. طب لما نيجي نشوف السؤال بتاعنا ده الخطأ النسبي، تعال نحل مع بعض. الخطأ النسبي هيساوي المطلق اللي هي 3 تقسيم القيمة المضبوطة 6.7، واجيب الآلة الحاسبة بتاعتي واقسم فاصلة 3 تقسيم فاصلة، لا اسف، هنقسم على 6.7، يبقى فاصلة 3 تقسيم 6.7 هيساوي، طبعا طلعها لي بكسر اعتيادي زي ما اتفقنا، على طول اضغط على اس دي هيطلع عندي فاصلة 0.44، هاخد 3. هو عايز الخطأ المئوي. الخطأ المئوي ده بقى ايه؟ يعني قانون سهل وجميل، وقانون ما فيهش اي مشاكل، لان ده هدية يعتبر، لان هنضرب الخطأ النسبي في 100، يعني فاصلة 0.44 ضرب 100، اتفقنا مع بعض في الضرب نحرك الفاصلة جهة اليمين بعدد الأصفار أو عدد المنازل، أنا عندي منزلتين، يعني هشوف الفاصلة هتبقى بين الأربعة والأربعة، يبقى 4.4. تعالوا نشوف مسألة، أو هنا هشوف على الشاشة ملحوظة عندي هنا، لو قال لي هات الخطأ وسكت يبقى المقصود به الخطأ المطلق، مش هنجود، يعني المطلوب بس خطأ مطلق. أما إذا طلب مني الخطأ المئوي أو النسبي هيجيبه صراحة. طب الخطأ المطلق ليه تمييز، يعني إيه تمييز؟ ممكن أقول ساعة، أقول متر، أقول سنتيمتر، أقول كيلو. أما الأخطاء النسبية والمئوية ليس لها تمييز، أطلع الناتج بس فقط. طيب الأخطاء المطلقة والنسبية والمئوية هنا ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة. طيب أنا حبيت أعرف طلابي لما يستخدم الآلة الحاسبة الصورة القياسية للعدد، عايز أنا أقسم 56 على العدد الكبير ده، هيطلع لي في الآلة رقم مختلف شوية، هيطلع لي 2.2765 كبير، رقم كبير، ضرب 10 أس سالب 4. طب ازاي ان انا اكتبه بقى باستخدام الفاصلة عشان اقدر اتعامل معاه؟ هو ده اللي انا حبيت اقول لكم عليه. هنحرك الفاصلة جهة اليسار 4، جهة اليسار 4. طب هو عندي الاثنين، يبقى دي اول رقم واضيف 3 واضع ايه الفاصلة. الحتة دي حبيت بس عشان لما طلابنا يقابلوها ما يبقاش في اي ايه مشكلة. طيب انا عندي كده الملاحظات، هاخد حاجة كمان، نهاية الخطأ المطلق في عدد مقرب لآخر رقم فيه. طيب خلي بالك دي قاعدة، والقاعدة ممتازة جدا، مش هتزعل حد، بقول لك نهاية يعني في نهايتين اللي هم موجب وسالب، نهاية يعني معناها عندي أول حاجة موجب وسالب، وفي عدد دايما ها ناخده معانا اللي هو كام؟ 5، ثابت في كل المسائل. يبقى لإيجاد نهاية الخطأ هنحط موجب وسالب عشان هما نهايتين و5 معانا. طب بيقول لي إيه بقى؟ من الرتبة التي تلي رتبة العدد المقرب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل المسائل هتبقى فيها موجب وسالب؟ هتبقى فيها 5؟ أمال إيه اللي هيختلف؟ هو وضع الفصلة. هل الفصلة مباشرة؟ هل مفيش فصلة؟ هل في فصلة بعد رقم؟ هل في صفر على يمين؟
طب ازاي نعرفه ده يا استاذ؟ ده تعال نشوف الكلام ده بعد ما اكمل القوانين على الشاشه. نهايه الخطا النسبي لعدد مقرب يساوي موجب وسالب الخطا المطلق تقسيم القيمه المقربه. الله ده زي الايه؟ الخطا النسبي هناك. طب نهايه الخطا المئوي لعدد مقرب برضه موجب وسالب الخطا النسبي ضرب 100. الله ده زي الخطا المئوي هناك. يبقى اللي زاد علينا ايه؟ انا عايز واحد يكون متابع معايا دلوقتي يقول لي اللي زاد علينا صح، اشاره الموجب والسالب. تمام. طيب في عندي هنا اسئله. السؤال رقم 6 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الخطا المطلق اكمل طبعا باختيار المناسب من بين الاقواس. الخطا المطلق عند تقريب العدد 84.2 الى اقرب وحده كان عايز يطلعه كام؟ تعالوا نشوف الحل بتاعنا في السؤال هنا. تعالوا بصوا معايا هنا، هنحل مع بعض. الخطأ المطلق عند تقريب العدد 48.2 الى اقرب وحدة. فين اقرب وحدة؟ زي ما اتفقنا اللي هي الاربعة. اشوف العدد اللي قبليها 2 مش هيقرب، يبقى الاقرب وحدة هيطلع 84. طب انت بتجيب الخطأ المطلق ازاي يا استاذ؟ اتفقنا الخطأ المطلق يساوي القيمة المقربة اللي هي 84 ناقص القيمة المضبوطة. المضبوطة اللي عطاني في السؤال، يبقى 84.2 يساوي. ملاحظ ان انا بطرح عدد صغير ناقص عدد كبير، يبقى على طول الإشارة بالسالب. لو معرفتش الآلة بتاعتي موجودة اهي، واقدر ان انا احل 84.84 ناقص 84.2 اضغط يساوي، طلع عندي سالب 2.2. يبقى انا عندي هنا طلع سالب 2.2. طب ادور فين بقى سالب 2.2؟ هلاقي الاختيار الاول. تمام. تعال نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني الخطأ المئوي يساوي نقط في 100. يا استاذ ده مر علينا. صح القانون. مش انا قلت لك خلي بالك ان انا عندي القانون ممكن استخدمه في المسائل الموضوعية؟ يبقى على طول انا عارف ايه اللي بيجي مع الخطأ المئوي؟ الخطأ النسبي مباشرة. يبقى الخطأ المئوي يساوي الخطأ النسبي ضرب 100. تمام. تعالوا بقى نشوف نهاية الخطأ المطلق للعدد المقرب. هبص معايا هنا قبل ما احل دي، عشان زي ما وعدتكم هقول لكم طريقة جميلة جدا. هنبص على الشاشة هنا معانا على أساس نقدر إزاي نجيب نهاية الخطأ. بيقول لي إذا كان الرقم المقرب عدد صحيح، هقول لكم على يعني إيه طريقة مبسطة جدا. العدد الصحيح ده 1، إحنا بناخد النص، يبقى 5.10. طب إذا كان العدد الرقم المقرب لأقرب 10، العشرات 10 صح؟ يعني نصها كام؟ 5. طب لأقرب 100 نص المية كام؟ 50. برافو. طب لأقرب 1500 وهكذا. يبقى دي طريقة أقدر أجيب فيها الخطأ نهاية الخطأ لعدد مقرب لأعداد صحيحة. طيب إيه الوضع لو كانت في فاصلة؟ برضو هنقول لك على طريقة جميلة جدا. الملحوظة بتقول لي إيه؟ إذا كان الرقم المقرب في نهاية كسر، برضو بنكتب موجب وسالب 5 اللي اتفقنا عليها دي معانا على طول، ثم نضع أصفار بينه وبين علامة الكسر بين مين؟ بين 5، بعدد الأرقام الكسرية. تعالى يعني إيه مثلا؟ إذا كان الرقم المقرب جزء من 1000، جزء من 1000 يعني يا أستاذ 3 أرقام صح؟ يبقى نحط موجب وسالب 5 ونحط 3 أصفار. طب إذا كان الرقم المقرب جزء من 100، جزء من 100 يعني في عندي صفرين صح؟ يعني جزء من 100 يعني علامتين عشريين، يبقى أنا أحط موجب وسالب 5 وأحط الصفرين. طب إذا كان الرقم المقرب جزء من 10، جزء من 10 يعني الرقم الفاصلة بعد رقم 1، يبقى الأعداد العشرية رقم، يبقى أحط 0 1.
طب واحد يقول لي تعال نشوف على الورقة كده، اعطينا اي سؤال واحنا هنعرف. اذا كانت هنبص مع بعض، لو انا كتبت مثلا 350 هنا الاقرب 10، الاقرب 10 يبقى على طول انت بتقول لي موجب وسالب 5 والعشرة نصها كام؟ 5/10. لا، العشرة نصها 5. خلي بالك، امال ايه اللي هو نصها 5/10؟ الواحد الصحيح. خلي بالكم عشان ما نغلطش، يبقى لما يكون 10 نصها 5 يبقى ما فيش عندي فاصلة. امال لما يكون عندي واحد صحيح، طب زي ايه يا استاذ؟ 35 بس. هنا لاقرب عدد صحيح، هنا اقرب عدد صحيح يعني واحد، يبقى هقول له موجب وسالب 5/10. برافو. طب تعالى نشوف حاجة كده فيها فاصلة. بيقول لي العدد 2 و25 من 1000. خلاص بقى انا ما يشغلنيش الموضوع، احنا قلنا هنحط موجب وسالب 5 وعد الارقام هنا كام؟ 1 2 3، يبقى احط 1 2 3. برافو. طيب نشوفها تانية. عندي كام رقم؟ انا مش، خلاص بقى مش هتعب نفسي، انا هقول له يساوي موجب وسالب 5 وهعد 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4 ونحط الفاصلة. طيب يبقى كده انا عرفت ايه الـ الاعداد اللي عندي. تعالوا بقى نشوف، نرجع لسؤالنا هنا ونحل مع بعض الايه السؤال رقم جيم ودال. تعالوا نبص معانا هنا طريقة الحل. نهاية الخطأ المطلق للعدد المقرب 1 صحيح و207 من 1000. انت قلت لنا حاجة جميلة جدا، موجب وسالب 5 دائما ثابت، هنلاقي كل فعل المسائل كلها موجب وسالب 5. امال ايه اللي هيميز هنا بقى؟ اعد الاعداد اللي هي على يمين الفاصلة 1 2 3، يبقى هاخد 3 اصفار. لقيت الاختيار الاولاني 3 اصفار، يبقى دي الاجابة الصحيحة. تمام، احنا عندي كده انا خدت ايه؟ موجب وسالب ايه؟ 5 و3 اصفار. ممتاز. تعالوا نشوف، انت قلت لنا ايه في القانون يا استاذ؟ نهاية الخطأ النسبي. طيب تعالوا نشوف نهاية الخطأ النسبي هنا كام في المسألة. نهاية الخطأ النسبي عندي في هنقسم على ايه؟ على القيمة المقربة. اهو نرجع هنا للقانون، نهاية الخطأ النسبي لعدد مقرب موجب وسالب الخطأ المطلق تقسيم القيمة المقربة. تعالوا بقى نشوف مسألتنا. نهاية الخطأ النسبي للعدد المقرب 63، انت قلت لنا ده مقرب لأقرب ايه؟ عدد صحيح، لأقرب وحدة، يعني واحد صحيح، يبقى اكيد كام؟ موجب وسالب 5/10. صح، برافو. طب بس هو نسبي، يبقى لابد من ان انا اقسم على المين؟ العدد المقرب، القيمة المقربة. طب القيمة المقربة عندي كام؟ 63. يبقى المفروض ده الحل. يبقى هل دي ولا دي؟ لا، الاجابة رقم 3. برافو. طيب خلي بالكم معايا، انا عايز اجيب نهاية الخطأ المطلق وعايز اجيب نهاية الخطأ النسبي. نهاية الخطأ المطلق موجب وسالب 5، واشوف في عندي اعداد صحيحة ولا لا. اذا كان 1 صحيح يبقى 5/10، 10 يبقى نصها 5، 100 نصها كام؟ 50، وهكذا. طب لو في عندي فاصلة، انا بحط برضو موجب وسالب 5 وبعد الارقام اللي على يمين الفاصلة واكتبها، احط مكانها اصفار. لو كان عندي رقمين يعني جزء من 100 احط صفرين، لو عندي 3 ارقام احط 3 اصفار. طب في حالة الخطأ النسبي، انا عندي نهاية الخطأ النسبي نفس الكلام اللي عملته مع الخطأ المطلق، بس هنا هقسم على كام؟ على القيمة المقربة اللي عندي. تمام، عشان نبقى ايه واضحين وجاهزين مع بعض. تعالوا نشوف اللي عندي هنا بقى نهاية الخطأ. هنجيب حاجة جميلة جدا، النهايتين المحصورة بينهم القيمة الأصلية لمقدار مقرب. يعني انا عندي عدد مقرب وعايز اجيب الحد الاعلى والحد الادنى بتاعه. الحد ايه؟ الاعلى والحد الادنى بتاعه. طب يا ترى
المسائل دي هتجيل ازاي وهنحلها ازاي؟ تعالوا نشوف السؤال رقم 7. بيقول لي هنا، هنقرأ السؤال مع بعض: إذا كانت أطوال أضلاع مثلث مقربة لآخر رقم فيها هي 3.4 و5.12 و7.23 سنتيمتر، فأوجد نهايتي أو نهاية الخطأ المطلق في حساب محيط هذا المثلث وكذلك الجزئين أو الحدين الأعلى والأدنى. خلي بالك، تعالوا بقى نشوف طريقة الحل مع بعض. أنا أحب أن أنا أعمل مسودة أو هامش على اليسار كده وأحط فيها المعطيات والمطلوب. هو عطيني مثلث وعطيني عليه الأطوال بتاعته وعايز نهاية الخطأ المطلق نهايتها. خلي بالك، يبقى أول ما أشوف نهايتها يبقى موجب وسالب 5، وهشوف الفصلة، وعايز محيط المثلث يبقى لازم أجيب المحيط الأول ثم الحد الأعلى والحد الأدنى. تعالوا نشوف بقى طريقة الحل. إحنا هنجيب الأول حاجة إيه؟ محيط المثلث. مين يفكرني بمحيط المثلث؟ مجموع أطوال أضلاعه. يعني إحنا هنجمع الأطوال دي 3.4 زائد 5.12 زائد 7.23، ممكن أحط هنا صفر طالما إن هي رقمين بعد الفصلة، ممكن مش محتاج فيها آلة وممكن أستخدم الآلة براحتك. 0 و2 و3 يطلع 5، 4 و1 5، 5 و2 7 فاصلة، 3 و5 8 و7 15، 3 و5 8 و7 15. يبقى ده ايه؟ القيمة المضبوطة اللي عندي دي قيمة مضبوطة. طب عشان اجيب الخطأ المطلق لابد ان انا اقرب التقريب ال 15 و75. طب واحد يسألني سؤال، انا سامع حد دلوقتي بيتكلم ممكن يقول لي طب انا هقرب لايه؟ على طول لاقرب واحدة. يبقى هشوف ال 15 وهشوف العدد اللي قبله السبعة هيعطي يبقى انا عندي هنا هيكون كام؟ هيكون كام؟ 16. يبقى انا عندي التقريب ال 15.75 طلعت لما قربتها طلعت كام؟ 16. ممتاز. طب انا محتاج نجيب مين بقى؟ نهاية الخطأ المطلق. نهاية الخطأ المطلق. انا سامع واحد بيقول لي موجب وسالب 5. برافو. طيب هشوف العدد اللي عندي في كام؟ هنا في رقمين، يبقى 5 من 100. 5 من ايه؟ من 100. واحد يقول لي يا استاذ، هو انت هتجيب لنهاية العدد المطلق ولا هتجيب للمحيط؟ انت هتجيب للمحيط، يبقى لازم تقول له بقى هنا اهو لمحيط المثلث. يعني معناها عندي التلات أضلاع اللي عندي اللي هو 3.4 و5.12 و7.23 يبقى لابد انك انت هتقول موجب وسالب. نمسك اول واحدة كام؟ 4 من 10، يبقى كانت ايه؟ فاصلة. يبقى احط 0.1 زائد او ناقص، ممكن احط عندي اخد قوس هنا ويكفيني زائد فقط، بجمع هنا 5.12 في رقمين، يبقى 5 0 زائد 7.23 يبقى انا هحط كام؟ رقمين برضو، وهجمع الكلام ده هقول له موجب وسالب 5. ممكن اضيف هنا 0، 0 و5 و5 10، 0 معانا الواحد، 5 6 0، يبقى 6 0، يعني 6 من 100. ده مين بقى اللي هو نهاية الخطأ؟ مين؟ المطلق. هو عايز ايه؟ الحد الاعلى والادنى. اقول له الحد الاعلى الحد الادنى يساوي اللي عندي ايه؟ عايز ان انا اجيب فين العدد الاولاني؟ كان 15.75 ماشي، ناقص ايه؟ 6. هنا هزود وهنا هنقص 6 من 100، وهنا انقص 6 من 100، واجيب الآلة الحاسبة
الآلة الحاسبة عندي أقول 15 15.75 ناقص 0.06 هيطلع عندي لما حوله 15. أنا عملت الناقص الأول يبقى 15.69. تعالوا نشوف الموجب 15.75 زائد 0.06 6%، يعني هيساوي عندي 15.81. يبقى 15.81 أصبح عندي هنا دلوقتي. طلعت محيط المثلث عشان أبدأ أشتغل عليه، وجبت النهاية الخطأ المطلق، وخلي بالك أنا ما جبتش لنهاية المجموع بتاع المحيط، لا لكل عدد فيه. تمام، عندي هنا 5 من 100 و5 من 1000، فلما جمعتها طلعت 6 من 100. تمام، بعد كده بجيب الحد الأعلى والحد الأدنى. كده خلصنا السؤال رقم 7. هنا في سؤال تاني، ده بيقول لي أوجد نهاية الخطأ المئوي. خلي بالك في نهاية الخطأ المئوي في عندي حاجتين، هجيب الخطأ المطلق وهجيب الخطأ النسبي وهجيب الخطأ المئوي للعدد المقرب 29 لآخر رقم فيه، وأوجد الحدين الأدنى والأعلى. زي ما شفنا في المسألة اللي فاتت، هشوف العدد المقرب وأشوف نهاية الخطأ المطلق بتاعه كام. ده الأقرب أحاد، يعني أقرب وحدة، هيطلع 5 من 10. وهنكمل، أنا عايز أكمل معاكم وأشوف برضو تراكم الخطأ. هنا في عندي نهاية الخطأ المطلق في المسألة، لما بنشوف معانا على الشاشة هنا، لما في عمليات الجمع والطرح بنجمع الأخطاء المطلقة، وفي عمليات الضرب والقسمة بنجمع الأخطاء النسبية. يبقى خلي بالك في الجمع والطرح بنجمع الأخطاء المطلقة، في الجمع الضرب والقسمة بنجمع الأخطاء النسبية. وهنا هنشوف المسألة اللي عندي دي هنا مباشرة. يبقى السؤال رقم 8 ده واجب، والسؤال رقم 9 نهاية الخطأ المطلق هنا عندي 0.1، يبقى هقول له موجب وسالب عندي كام؟ 5 من 10 زائد موجب وسالب، هنا عندي 0.1 يبقى احط 0، هنا 5 من 10، هنا عندي موجب وسالب، موجب وسالب 5 من 100، عندي رقمين. طيب في نهاية الخطأ النسبي نفس الكلام اللي انا عملته، بس هقسم على العدد زائد او ناقص برضو العدد اللي عندي هنا 5 من 10 على العدد اللي عندي 74 زائد او ناقص 15.3 على اسف هنا 5 من 1000، 5 من 1000 على 15.3. كده عندي. تعالوا بقى نشوف الموضوع التاني على السريع كده قبل الخلط والمزج. لو بصينا هنا على الشاشة في سبيكة وفي كوب فيه عصير وفي ناس بيعملوا خرسانة، يبقى هنا مع بعض بقى احنا عندنا في موضوعنا بتاع الخلط والمزج بيكون من 3 اشياء. في عندي خلط خليط، مزج يبقى مزيج، وفي عندي السبيكة اللي هي فيها معادن. طيب مع بعض هنا الخلط هو ايه؟ عملية إضافة مادتين أو عدة مواد صلبة مختلفة الكميات أو مختلفة الجودة. زي إيه؟ ممكن إن أنا أجيب أنواع معينة من الشاي وأخلطها مع بعض عشان زي ما شايفين في الصورة عشان أطلع نوع بنكهة جميلة، أو الناس اللي هم بيشتغلوا في المسلح الخرسانة في البنى بيخلط رمل وزلط مع بعض. طيب إيه هو المزيج؟ المزيج عملية إضافة سائلين أو عدة سوائل بعضها إلى بعض، والناتج اللي عندي يسمى مزيج، ده المزج. وطبعا كلنا بنحب عصير المانجو، هنلاقي ان احنا بناخد سكر وميه والمانجو ونعمل عصير جميل. وبرده مع العطور بجيب العصاره بتاع الزهور واحطها اضيف عليها كحول عشان اكون منها الكحول. طيب السبيكه دي خليط مكون من معدنين او اكتر، طبعا اسيلهم الاول اصهرهم يعني، وبعدين امزجهم مع بعض وبردهم بيطلع عندي سبيكه. والسبيكه تسمى باسم المعدن النفيس فيها،
يعني إذا كانت ذهب ونحاس فأقول عليها سبيكة ذهب زي ما أنتوا شايفين كده. طيب إيه هو القانون بتاع عيار السبيكة؟ نسبة وزن المعدن النفيس فيها. وإحنا القيمة أو المتفق عليها وحدة القياس عندي 24 قيراط. فبتسمع كلمة الذهب عيار 18، عيار 21، عيار 24. لو قال لي عيار 24 يبقى معناها السبيكة أو المشغولات الذهبية دي من الذهب الخالص. أما إذا كانت من عيار 18 يبقى معنى إن هو بيقول لي فيها 18 جزء من 24 جزء من وزن السبيكة. وفي قانون هام، في قانون هام هنا عندي اللي هو عيار السبيكة على 24 يساوي وزن الذهب على وزن السبيكة. طبعا كده إن أنا النهاردة لمينا التقريب وأفدنا فيه بطريقة جميلة جدا ومسائل كلها، ودخلنا على الباب الثاني اللي هو المزج والخلط. وإن شاء الله نستكمل اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. كنتم في معية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.